اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من جهه الرباط سلا القنيطره، واللي كنتواجدوا باحد مدنها ومكونات هذه الجهه وهي مدينه الخميسات اللي كنقلوا لكم منها هذا البث المباشر على قناتكم قناه شوف تيفي. بالنسبه للنشره اليوميه الخاصه بكوفيد 19 بالنسبه لجهه الرباط سلا القنيطره، فراه عرفت تسجيل الجهه ككل 1161 حاله اصابه مؤكده و 19 حالة وفاة، إن لله وإنا إليه راجعون. وجاء التوزيع الجغرافي لهذه الحالات المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كالآتي: فمدينة الصخيرات تمارات سجلت بها 312 حالة إصابة وأربع وفيات، القنيطرة 285 حالة إصابة وحالتي وفاة، سلا 252 حالة إصابة مؤكدة وست حالات وفيات، الرباط 155 حالة إصابة مؤكدة وست حالات وفيات، فيما سيدي سليمان سجلت بها 70 حالة إصابة، سيدي قاسم 46 حالة إصابة مؤكدة، وتم تسجيل بمدينة الخميسات اللي كنتواجدوا بها الآن 41 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، إن لله وإنا إليه راجعون. كان مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي هذا هو التوزيع الجغرافي أو التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة. على المستوى الوطني عرفت الحالات الجديدة تسجيل 6020 حالة إصابة مؤكدة و100 حالة وفاة، للأسف عدد الوفيات ما زال في ارتفاع وكذلك عدد الإصابات ما زال مرتفع، وهذا الشيء مرة أخرى هو يعني من بين الحويجات اللي كيزيدوا يعني هاد الارقام راه كتحكم حتى في الاجراءات اللي مطبقه وحتى في المده ديال هاد الاجراءات وحتى في مده الطوارئ وفي مجموعه ديال الاجراءات الاحترازيه المتخذه، لهذا فخص جميع المواطنين انهم ياخذوا الحيطه والحذر. فيما وصل عدد المتعافين والمتعافيات الى 7057 متعافي ديال المتعافون. الحالات النشطة بإضافة 6020 حالة إصابة راه وصل العدد ديالهم إلى 53555، فيما وصل عدد التحاليل المنجزة في هذه 24 ساعة الأخيرة إلى 39699. على هذا الشيء على المستوى الوطني. على مستوى عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة فراه وصل العدد الإجمالي إلى 2362 حالة إصابة أو حالة حرجة أو خطيرة يعني بأقسام الإنعاش، بإضافة 311 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، هذه حالة الحالة الوبائية بالنسبة لبلادنا على المستوى الوطني وعلى مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة. وكما جينا في بداية هذا البث المباشر 1161 حالة إصابة مؤكدة و 19 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة. الله يرحم كل موتانا والله يشافي الناس اللي يعني الأمراض والناس اللي وصلهم وقاصهم هذا الوباء هذا. وفي نهاية هذا البث المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي نشدد على المرجو وضع الكمامة والتباعد وكذلك التعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة وكذلك حضر التجوال الليلي اللي كينطلق في الساعه 9، وما علينا الا انه يعني في ظل هذا الوباء وهذه الجائحه اللي كيعيشها العالم ككل انه نلتزموا بالاجراءات الاحترازيه ونديروا ناخذوا الحيطه والحذر. الله يبعد علينا هذا الوباء وهذا الابتلاء مره اخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. تحيه للناس اللي كيعلقوا يعني تعليقاتكم كنحاول انه نقراها. شكرا لكم على على التفاعل ديالكم معنا لا الايجابي ولا السلبي، فحد ذاته هو يعني كيعبر على يعني على رايكم وعلى الراي ديالكم في الاول وفي الاخير مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. ولكن الاهم والاهم هو اخذ الحيطه والحذر وتجنب كل ما يمكن انه يزيد رفع الارقام ديال 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 الاصابات، ونزيدوا اجراءات اخرى وتزيد تستمر هاد الاجراءات اللي كما كنشوفوا كل عدد من القطاعات متضرره منها، كذلك تقييد هاد حظر التجوال وهاد الناس يعني اللي باغا تخرج، الناس اللي باغا يعني تخرج في الليل تخرج مع وليداتها، وكذلك القطاعات اللي متاثره والسلسله الاقتصاديه اللي كتدور في هاد المنوال هذا وفي هاد السلسله الحياتيه اللي كنعيشوها، فراه كلشي متضرر من الخضار حتى
حتى الابعد يعني من الاسفل حتى الاعلى كلشي تضرر من هذا من هذا من هذا الشيء هذا، ولكن ما علينا الا ان نلتزموا وناخذوا بعين الاعتبار الحاله الوبائيه لبلادنا وعدد الوفيات اللي في ارتفاع، والله يرفع علينا الوباء. عزاؤنا لكل الناس اللي ضاعوا لهم يعني اقارب ديالهم ولا احباب ديالهم والناس اللي قراب منهم، الله يصبركم والله يعوضكم فيهم خير. الفيروس الغدار مازال بيناتنا، خذوا الحيطه والحذر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه والاصغاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مبعوث قناه شوف تيفي من هنا من جهه الرباط سلا القنيطره وبالضبط من الخميسات. الى اللقاء.